واش الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه ودانيه مغربيه من طنجه حتى للقويره. نهار جديد وفيديو جديد سوفتير مدينه اكادير. اللهم بارك. نهار 19 نوفمبر، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكما العاده راه نقوموا على الجوله السيطلعيانا ونوصلوا لكم الاثمنه والسلعه اللي كاينه اليوم. نشوفوا الجديد اللي كاين مع اجواء السوق هنا في مدينه اكادير. كما كتشوف اجواء مشمسه عندنا، الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله راه السوق بدا كيعرف النشاط ديالو هاد الايام. المهم كما قلت لكم ما ندخلوش عليكم، نقوموا بواحد الجوله ونوصلوا لكم اللي كاين في السوق. الله يسر الاخوان جميعا، تحياتي لجميع الاخوان اللي شاف الفيديو. ما ينساناش الدعم والاشتراك على القناه، وكما قلت لكم دائما اللي يتفرج في الفيديو ما ينساناش باللايك. خلينا واحد لايك وكومونتي راه اخوان، شكون اكثر اللي كيتفرجوا في الفيديو وما كيخليش لنا ديك لايك. الله يجازيكم بخير. المهم وتحيه لجميع الاخوان، ونراكم بروح، والسلام عليكم. بارك الاخوان بالنسبه للشاب طاهر الفيشر والمدرب. هذا ريبورتر يلا باري بزاف. واش باقي كاين هنا؟ شنو راس اخرى كاين هنا؟ كاين ريبورتر كاين اي ويك ياك. بالنسبه للثمن شحال كل حاجه؟ شحال الثمن؟ 200 درهم. 250 كما سمعت الاخوان بالنسبه للاثمنه اللي كاينه عنده. واللي خصو شحال؟ واللي راس اخرى يجي 200 عند شحال في الدار؟ انا كما سمعتوا اللي خصو شي حاجه راه غيتواصل مع الخاطره. كاين عنده لي راس خريف في الدار. بالنسبه لاخر التليفون ديالك 06 26 89 51 03. الله يسر لك الامور. كما شفتوا البياسات راه مقيين، اللهم بارك. كما شفتوا الاخوان راه البياسات كيهضروا على راسهم. اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع الخاص. وبالنسبة للناس اللي كتعشق أسماك الزينة الأحواض، اللهم بارك. كما كتشوفوا معنا هنا البياسات، اللهم بارك. البياسات ديال الأكواريوم، الناس اللي كتعشق المناظر والراحة النفسية في الدار. بالنسبة لنا اللي راس ديال الأسماك اللي عندك هنا، كاين الكيبي، الكيبي، سيفو، الكسيفو، البلاتي، والبلاتي. أنا الإخوان بالنسبة للأسماك اللي كاينين الإخوان هنا، اللهم بارك. واللي خصو شي حاجة راه يتواصل مع الخاص. الإخوان راه ديما كيسقسيو فيك هنا في السوق ملي ما كتجيش. بالنسبة خلينا التليفون ديالك، تواصلوا 26 026 60 65 86 87. الله يسر لك الأمور. كما شفتوا الإخوان هما كيسقسوا هنا بالنسبة للديكورات تاعهم. كم درهم تسقيط 4 درهم؟ انتم كما سمعتوا تسقيط 4 درهم وجمله 3 درهم. 3 درهم. الله يسر لك، الله يسخر لك الامور. انا اللهم بارك. بالنسبه للعشاق الطائر البي، اللهم بارك. اللوفين كما كتشوفوا الطيور اللي كتدخل فوق البرانيه، ها هي اللهم بارك. بالنسبه هي كما شفت الكره انت وياها، شحال دايرين هاد البياسات ديال لوبي هنا؟ 20 درهم. 20 درهم كيتذكر كاين انت وياها؟ بحال كل شيء بحال بحال. اللهم بارك. السلعه كما قلت لكم راه جديده ديال الله دخلت، اللهم بارك. وبالنسبه لهنا البياسات ديال لي موندالا، شحال باقي ديال موندالا في السوق هنا في اكادير عندكم؟ 30 درهم. اللهم بارك. بالنسبه لهاد الكالوبسي ديال اللي هنا مع واحد زويجه هذه 450. وبالنسبه لهاد البياسات اللي هنا ديال الالبينو كوبلا شحال؟ 800 درهم. بالنسبه للوتينو عين حمراء
200 درهم حتى اللهم بارك ما غتشوف بالنسبه للفاس بلو محمد خطيره 250 اللهم بارك الناس ما تستعاد يا خونا رامي اللهم بارك بالنسبه للتليفون اخير رامي اللي باش حاجه 06 64 913 917 الله يحفظك اودا السلامي الله يسر لك الامور. وبالنسبه لرجال خونا عبد الله اللهم بارك بالنسبه لنا بياسات انا ديال المقرن تا هما عنده هنا وبالنسبه للحداد تا هو اللي خصو يشعل الحداد وبالنسبه للحداد عبد الله شحال؟ هذاك 60 درهم وبالنسبه لهذا المقرن هذه انت وهذه اللهم بارك شحال وصل؟ 100 درهم وبالنسبه لهذا الدقيق هذا بان لي هنا هذا قريع هذاك حمر في القفل هذا حمر في القفل شحال الثمن ديالو؟ 250 درهم كما سمعت الاخوان اللي خصو يشعل يتواصل مع الاخوان هنا في السوق ناصي عبد الله بالنسبه للسلعه ديال عبد الله هي هذه اللي خصو شي حاجه راه يتواصل. خلينا التليفون اسي عبد الله 06 67 27 12 38 الله يسر لك الامور. انا وبالنسبه للاخوان كما تشوف انا مع الكاسات ديال القنار البلون اللهم بارك الكاسات مطربشين مزمجين كاين الكاسات ديال الفايو بالنسبه للكرافيت كيقولوا 100 درهم هنا اللهم بارك الاخوان بالنسبه للفايو الكاسات ديال الفايو شحال؟ أيوه 140 درهم اللهم بارك ما شفتو بالنسبة والبياسة ديال هذوك المقانة نتاوي هذوك ياك الله يذكرهم توا ذكرهم توا شحال الثمن؟ 220 ياك اللهم كما سمعتو بياسات أخرين هنا ديال الأبيض تا هما هنا مزيج هنا الكري بونكري وبالنسبة لهادو هنا هاد الأبيضين هادو هنا ها؟ 100 درهم تما كما سمعت الاخوان اللهم بارك صدر حليب القيد الله يسر الامور. تليفون ولي ما قلتي لينا قيل واقفين الفيديو قلتي لي الثمن التليفون ما قلتي لي الثمن قلت لك بقينا دابا واقفين على التليفون راه حابس انا الفيديو كتسمع تقول التليفون تليفون بالنسبة للتليفون شحال ياك السي تليفون زيد ها هو تليفون 66 الله يسر الله مراد عبرك. بالنسبة للكيسات ديال الكالوب 6 هما راه متواجدين السلعة كما كثيرة ديال الكالوب 6 في السوق كما العادة راه معروف هنا أكادير الناس ديال الكالوب 6 وكما كتشوفوا هنا الكيسات اللهم بارك كاين الفاس بلون الثمن رخيص السعر 70 درهم بالنسبة لهذا الشيء الإضافي نورمال 150 درهم الله يسر الأمور. بالنسبة للكامر بالنسبة للفريزي ياك السي عسل عسل الكامر ديال الفريزي شحال كتقول فيهم؟ 200 درهم وبالنسبة لهذوك العادي 80 درهم بالنسبة لهذوك الكرة اللي كيما كتشوف العادي هنا وبالنسبة لهذا المتيود الموزايك 170 درهم بالنسبة لهذا ديال البورتور ديال الفايو هنا البورتور الساتيني شحال؟ 150 درهم اللهم بارك كيما سمعت السلعة اللي كاينة في فرنسا وكيما العادة اللي خصو شي حاجة بالنسبة أنا بالي شي بياسات ديال فيشر هنا الكرة هادو ولا ها؟ كوبلا أذكر بالنسبة للثمن 150 درهم الكوبلا اللهم بارك وبالنسبة كثير شحال باقي داير الثمن عندكم هنا في السوق 40 50 اللهم بارك كما سمعت 30 درهم كاينه 30 كاين بياسات نورمال ديال 30 المهم الثمن من 30 حتى 50 درهم بالنسبه للاخوان وبالنسبه للكاج عندهم اللي باغي شي كاج ديال السونسي عسل الكبير بالنسبه لهذا الكاج الكبير شحال هذا شحال 90 90 درهم بالنسبه للصغير ديالو شحال 35 درهم الاخوان السرير ديالو كما شفتوا بالنسبه للخدمه في المراوي ديال الشوك الله يسر الله مولاي خصك تهضر يتواصل مع السي عسان بالنسبه لاي حاجه خصكم هنا بالنسبه للتليفون والله يا اخوان اللهم بارك بالنسبه للعشاق الريساج كما كتشوفوا معنا البياسات اللهم بارك هنا بالنسبه للبياسه هنا ديال الفيشر شوف راس هذا ديال الفيشر اللي كاين هنا كاين البلو وكاين الخضر كلاسيك ياك وذاك الاحمر هذاك خصو الليموني هذاك خصو عين حمر هذا كل العادي هذا لا العادي كلاسيك اللهم بارك كما شوف بالنسبه للبياسه شاف عمرهم هذا اخر راشي شحال عمره 20 يوم الاخوان كما سمعتوا بالنسبه اللي باين ريس الثمن شحال وصل 100 درهم البياسه هنا الاخوان الناس كتسولنا على البياسه ديال الدريسه اللهم بارك كما شفتوا وبالنسبه دوز هنا شي بياسه الاخوان رشيد اللهم بارك بالنسبه للبياسه ديال الفريزي ابيض شابو اللهم بارك انتوي ديال الموزايك تا هما اورونج شيمير موزايك جون اللهم بارك المهم خليطين اورونج جرون تايم بالنسبه للسلعه هذا الثمن شحال وصل رشيد كوبلا ديال الشاردون شحال دايره 500 درهم ها انتم الاخوان بالنسبه للكوبلا
البيضين الفريزي شحال؟ كوب العديد كوب 400 درهم. وبالنسبه لدوك كاسات دوك المزايد الباقي 100 درهم 90 درهم كما شفت هنا. بالنسبه للمزايد اللهم بارك سهله شي بياسات هنا حتى هما ديالكم بالنسبه هنا طالو بسيط. وهنا الهوغو حتى هو كما شفت الخونا راه بالنسبه للهوغو الهوغو شحال؟ هوغو 70 درهم اللهم. بالنسبه لديك هذوك الفريخات ديال طالو بسيط ولا كبار هذيك كوبري هذيك شحال وصل الثمن ديالها؟ 300 درهم. وبالنسبه للفيشر هادو هنا 80 درهم الواحد. هادو فيهم البدلات اللهم بارك كما شفت الاخوان بياسات هنا الخونا اللهم بارك. هادشي رشيد ولا شي حاجه راه يتواصل معاهم. بالنسبه حنا التليفون رشيد 06 59 77 84 84. الله يسر لك الامور هذا. انا نتوجه عند خونا حسن اللهم بارك احد عشاق الطلوق سيف الله يبارك كما كتشوفوا هنا كيفاش حتى الانواع الله يبارك ليه. بالنسبه لهذا فاس بلونتير هذا سي عسل ياك؟ هذا كرم دريسي كما كتشوفوا اللهم بارك. بالنسبه للثمن هذا عطاني 500 درهم ليه عطاو فيه اللهم بارك. وبالنسبه للشيء اخرى فيها بالنسبه للوطي 200 درهم 150 درهم كما شفت السعره هي مخلطه هنا. بالنسبه للالبينو شحال؟ 400. هانتوما الاخوان تشوفوا بالنسبه للالبينو 400. وبالنسبه للفاس بلو 250 هذا اللهم بارك كما شفتوا. بالنسبه للبيرش حتى هو راه عنده هنا خلطه الدعوه. بالنسبه للبيرش الرينبو شحال وصل؟ الرينبو هذوك اللي بغاهم 50 درهم. 50 درهم. بالنسبه للهوغو 80 درهم. الله يستر لهم كما سمعتي الاثنين عند خونا حسن. بالنسبه لي باش حاجه يتواصل معاه خونا التليفون السي حسن 06 91 06 44 94 الله يستر لك الامور. تحياتي والله.